وهلا يا كاكا، شلونكم؟ الله يسعد اوقاتكم بكل مكان وبكل زمان. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم نشوف فيلم ونسوي مشاغبات بالليل واقرا تعليقاتكم الحلوه. طبعا كلش اتمنى انه انتم وياي، وصدق هاي الحركه انه ايش نجتمع كلنا بنات ونقعد ناكل ونشرب، فشي خيالي راح يصير. خليكم ويا الفيديو. بس قبلها اكو بنيه امبارحه سالتني، قالت لي ثلاجتي ايش نفس ثلاجتي وما اعرف اتحكم بالازرار الموجوده بها، فراح اعطيها هذا المقطع. اذا حابين انتم قدموه، يعني اذا ما تستفادون من هذا المقطع ممكن تقدموه. طبعا واحدة من البنات قالت ثلاجتي ايش نفس ثلاجتي بس ما اعرف اتحكم بهذين الاشياء. حبيبتي هاي هنا عندك اولا الفريزر الفوق، تختارين من هنا درجة البرودة مالته. هسه مثلا انا مختارة 4، اسوي مثلا 5، انت حسب اللي تحتاجينه. وهنا الجوة الثلاجة الجوة، هنا تختارين البرودة المناسبة مالتها، يعني هاي السرعة مال الفريزر ومال الثلاجة الجوة. وهاي طبعا يعني بدل ما مثلا ساعتين تبرد راح ساعة واحدة يكون تبريدها كلش قوي. وهنا عندنا قفل الاطفال تسوينه، من تسوينه يطلع لما تفتحين الباب مثلا 5 ثواني هيجي ودق مثل الجرس هيجي شي. طبعا هي الثلاجة نظامها انه بخاخ، بنات قالوا ما تجمد، فهي نظامها بخاخ يعني ما تجمد، ما تجمع ثلج ابد. هي قالت همين سألت عليها، قالت الجامة اذا انكسرت شلون ابدلها، فيها بسهولة عند ابو الجامات تاخذين المقاس وتخليها وبس. وهسه رجعت لكم. طبعا اذا عدتوا في اليوم ضايجين وما لكم ماهس، راسا بدلوا لبسوا ملابس النوم وخلوا عطر وخلوا مرطب وشوفوا فيلم، تتغير نفسيتكم ويتغير مزاجكم، ما تتصورون ايش قد. قبل بلش وحده من نجوم عوزة قالت هاي مال العيون جمديها، شوفوا جمدتها تتخلى على العيون مال هالة السوداء. فصدق جمدتها وكل الشعور حلو لما تلبسوها هيك جامدة على عيونكم. وفعلا انا قارية انه المي البارد او الثلج يخفف الهالات السوداء. البنية اللي كتبت هذا انتظر ايش راح اكتب لك. وطبعا مثل ما تذكرون عدي هذني كاتبتهم اني، احب هذني الاغنيتين القديمات، فشوفوا اخوي ايش كاتب بيه. كاتب سلامات خما بيك شي، وهنا تشاوينه هن كاتب بالصالة، يعني شريت ايش اقول عليه. المهم حبايبي راح انزل النشرة اسوي بيها فالديكور حلو، انا وياكم شوية نقعد ونسولف ونسوي سهرة صغيرونة مالين من البيت ومن الحجر ومن الحضر ومن ال... واو ثبتت. اول شي تحتاجون السهرة انيقة، مخدتكم الصغيرة. وثاني شي تحتاجون للسهرة، رت اقول سفرة، هذا فراش النمنمات حتى ما يوقع اشياء عالشرباية لان عندنا سهرة. هذا من بين لونه هيج. وهسه نروح بالسر نسوي صينية مالنا منمات وحبشكلات، العالم نايمة ونجي. أول شي نحتاج صينية، وإذا عندكم كاونتر يطلع صوت وهلكم نايمين بالضبط نفس أفلام الرعب. شو راح أطلعها بإيد وحدة كلش بعيدة. شو رايكم بصينية الاوفن؟ مو احسن؟ لا داعي، هاي اول سهرة وياكم. وهسه ابدي اكون الاشياء، يعني هنا اخذت عصير وراح اجمع. طبعا عندي هذا الموقد. والبنات اللي ما يتذكرون قبل كنت افتح لهم افلام بث مباشر ونقعد نسولف انا وياهم. وهنا جبت حافظة مال العجوزية، طبعا ما رتبت المكان. هي ها كلها افكار تقدرون تسووها بسهرة سريعة وحلوة، يعني اذا ما عندكم ماكيت وما عندكم افكار. جبت هاي الحافظة على مود الشبس، اذا زاد راح اخلي هنا احر شبس بالعالم. هذا الشبس مكسيكي تلقونه بالاسواق كلش حار اللي يحبون الحرارة. بنات هاي شنو خليته بيها، وحتى اذا ما خلصته ابقى ما رجعه، لين اقوم الساعة بالوحدة بالليل ارجع الفيلم راح يخلص بثلاثة. المهم حبايبي هنا لقينا بسكويت، همينة مدري مالت من بالثلاجة وخلي نبوقه.
هسه هم يقعدون الصبح يدورون علي. المهم جهزت هنا المكان واللابتوب وخلينا نبلش. واذا ما يجيكم نوم وتنامين الظهر رأسا افتحوا الافلام لو بالتلفزيون لو باللابتوب او حتى بالتليفون. انا هنا اصور بالتليفون ما قدرت. حبايبي تقدرون تخلون مثلا اضوية او شموع موجودة يمكم وتجيبون مثلا مكسرات او حب عين الشمس او شامية او بشار يعني يسموها بغير دولة وبعشنو وفواكه وشي وصير سهرة حلوة وافكار حلوة لنفسكم او انتو صديقاتكم. صديقاتكم شي يجيبهم بالليل انتو خوالكم او انتي وزوجك ما جتكم الناس سوها السهرة. ما شاء الله منورين نجوم رمزة شنو هاي. يلا كنا راح نتقاسم هاي الاشياء دهنانا على تعليقاتكم تظهرتين يتجمعا. وبصراحة ما صار مني التليفون مثل ما يشوفون النت كلش قوي فانطب على الفيديو الاخير. طبعا حبيت انه ارد عليكم من هنا حتى توصلكم التعليق يعني شلون اني اعبر. احس الكتابة تظلم انه اني شريت اكتب لكم. حبيبتي سانوي كلش حلوة كلش يعني دا استفاد من افكار نجوم رونزة. هواية بنات كتبوا تعليقات كلش حلوة وافكار صدق فادتني يعني احسكم صدق انتو وياي. بنات وفاتي من اقرب البنات اللي الي من يعني من زمان كلش من زمان هي متابعتني اول باول واحبها كلش هواي احسها مثل اختي. يعني ما متتصورون حبي الها وللبنات القديمات. طبعا انا كلكم احبكم بس هذول البنات يعني شان احس وياي من البداية للاخير يعني يومية يشاهدون الفيديو اموت عليهم. واخيرا لقيناها البنية اللي تقول نجمد شو دقيقة تقول نجمد نخلي بالثلاجة مال هالات وهيج جمدته. وتدرين شنو انتي مكانش مو هنا مكانش باليابان. والله فكرة تجنن لان انا لقيت عليه كتابة صينية وكل شي ما عرفت اسوي. شوف كتبتها بقد البنية ايش قد عيبوني البنية. حبيبتي تمارا في دول قلبك حبيبتي علاوي محمد موت عليكم بنات كلكم. صنة ام تيم ام تيم هم يعني من ضمن البنات اللي كلش متعودة عليهم. حبيبتي ام تيم مشتاقت لك كوما. ان شاء الله تكونين بخير وصحة وسلامة وتكونين سعيدة وراقية وتشربين قهوة تيتيش. دائما اتخيلك قاعدة تشربين القهوة ومسويت لي الجو كلش حلو اموت على هيك شخصية. سنيوريتا حبيبتي اشتاقت لك موت في دول قلبك اروى حيدر في دول عمرك حبيبتي منورة الدنيا ومنورة القناة. غزولة وعاد غزولة اموت عليها من ديالة. وردة الربيع في دول قلبك عمري. تفضلوا يا تستحون حبايب. هذا من احلى الافلام اللي شفتها ب 2020 بنات. ما تصدقون ايش قد مؤثر وايش قد حلو يعني اللي يحبون الافلام اللي هيك ملابسهم وهيك تفاصيلهم كلش حلوه راح يفيدكم. بالاضافه انه يعلم على الصداقه. وهي هالبنيه سمانثا نيويورك هيك اسمها الفيلم راح اكتبه جوا. وبنات يعلم على الصداقة والتضحية من أجل الصداقة كلش حلو ويفيد. ممكن يشوفون لأبنائكم إذا كانوا شوية بمرحلة أنه يترجمون الأفلام مثلا يقرون ترجمة قصدي كلش راح يفيدهم هذا الفيلم ويزرع بيهم فكرة أنه الصديق جقد لازم يكون أخو وجقد لازم الشخص يصير وفي وياه. حبايبي ويا هذا طبعا هاي حالتي هاي قامت تبكي هسه حالتي. هذا الفيلم يمكن شبعت بكي عليه لو أنا هواي حساسة لو هو كلش حساس بي يعني أنا أقولكم بأشياء يعني بالطفولة كلش تجرح أو الأطفال يعيشوها. بس النهاية كلش سعيدة وحلوة واكتسبت فشي حلو من عنده. وتكونين أنت مشوقة تعرفين إيش راح يصير بالفيلم إيش راح يسوون هيك شيء. فحبايبي أنصحكم بي كلش راح أكتبه لكم بأول تعليق. وإذا عندكم أفلام حلوة ترشحوها أمينة أشوفها وأشوف منو تفوز بأحسن فيلم راح نشوفه.
والأفلام الأجنبية تكون راح تفيدنا إنه نتعلم إنجليزي بسرعة وننتبه لكلماتهم أكثر شيء. وطبعا كان هذا اليوم كلش حلو بالنسبة لي، أجي أكتبه بالذكريات، هو سهرة ويا أحلى نجوم بالدنيا. لا تنسون تضيفوني على ذني المواقع وتحطون لايك إذا وصلتوا لهنا، أحبكم كل شي هواية يا أحلى نجوم بالدنيا. كانت سهرة بسيطة وحلوة وصغيرة، بس تطلبوني سهرة أكبر وتطلبوني قلب ما ناسيته. أشوفكم بألف خير مع ألف سلامة.